الفولتية المسلطة من السورس تربيع في الفريكونسي المستخدم. زين، وقيمة الريزيستر المستخدمة في دائرة السنابار يمكن أن نجدها بتقسيم الفولتية المسلطة من السورس على يسموه discharge current I sub T D، يسموه discharge current. discharge current أكو عندكم بالهومورك مسألة، هاي المسألة تستخدم بيها المعادلات الموجودة بهذا السلايد، فركزوا على هذا السلايد روزين، افتهموا المعادلات، افتهموا الباراميتر حتى تقدرون تحلون الهومورك. عرفنا الآن حماية الثيرستر اللي هي شنو، اللي هي قلنا ثيرمال بروتكشن والفاريشن بروتكشن. نجي المن للجيت بروتكشن. للجيت بروتكشن سيركت اكو عندنا اربع انواع او اربع فور ارانجمنت، يعني اربع طرق او سيركت تستخدم. اولا ما يستخدم فقط الريزستر، هذه الخاصيه باستخدام الريزستر بربطها ما بين الجيت والكاثود. ايش تفيدنا؟ تفيدنا بانها increase الدي في باي دي تي كابابيلتي وانكريز الهولدنج واللاتشنج كارنت. او يمكن ان نستخدم فقط الكاباستر لحمايه منطقه الجيت، وهذه ريموف الهاي فريكونسي نويز اللي تسلط عن طريق منطقه الجيت، انكريز ايضا الدي في باي دي تي كابابيلتي يعني الفولتج فاريشن ريت كابابيلتي، وايضا انكريز الديلي تايم بالنسبه لمنطقه الجيت. او يمكن ان نستخدم دايود كما موضح بالمربع الثالث، لاحظ باستخدام الدايود والبروتكت الجيت فروم نيجاتيف فولتج، او نستخدم كومبينيشن من الدايود والريزستر والكاباستر تربط كما في الدائره الموجوده في الربع الرابع من الورق. تلاحظون بان هاي الدائره توفر لنا تحسين امبروف الدي في باي دي تي كابابيلتي، يعني تحسين قابليه او كابابيلتي للتعامل مع الفولتج فاريشن ريت، ريديوس التايم اوف تايم. لكن مبدا العمل مالتها شلون، بنقول لك الدايود موجود عندنا رقم واحد، راح هذا الدايود رقم واحد راح يوفر لنا شنو، مرور فقط الجزء الموجب من الموجة اذا كان دائره تستخدم ضمن دوائر الالترناتيف، وريزستيف ار 1 راح تسوي ليميتنج للكرنت، وايضا راح كل الترانزيت اوسيليشن. اذا عرفنا الان البروتكشن للثيرستر، عرفنا كيف نشغله، كيف نطفيه، وكيف نحميه. نجي الآن السؤال اللي يطلع، هل إن دائرة تشغيل الثيرستر الفايرنج سيجنال هي نفس السيجنال اللي قاعد يعني نستخدمها بالابليكيشن؟ ما ندري الثيرستر مرات يستخدم ضمن دوائر ذات تيارات وفولتيات عالية، لكن التريجرينج نحتاجها فولتيات وتيارات قليلة، فكيف نولد او نوفر سيجنال تستخدم لتشغيل الثيرستر وتكون ذات فولتيه وتيار قليل ضمن منظومه يتعامل بها الثيرستر بفولتيات وتيارات عاليه؟ او السؤال الادق، كيف ان يمكن ان نفصل دائره تشغيل الثيرستر عن مجمل الدائره اللي قاعد يستخدم فيها الثيرستر؟ هذا المبدا يسموه بالايسوليشن اوف ثيرستر، يسموه بالايسوليشن اوف ثيرستر، عزل الثيرستر. اكو عندنا طريقتين لتستخدم للايسوليشن سيركت، اللي هي البلس ترانسفورمر والاوتو كابلر. البلس ترانسفورمر واضحه نستخدم بها نوع من انواع الترانسفورمرز اللي هي بلس، لكن الاوتو كابلر اللي هي تكون اكثر شيوعا استخداما. الاوتو كوبلر اما نستخدم الفوتو ترانزستور او الفوتو سيليكون كنترول ريكتيفاير، انه نوع من انواع الثيرستر. تلاحظون بهاي السيركت دايجرام، واكرر هذا السيركت دايجرام فقط لاطلاع ملحوظ، عندما تسلط الدائره اللازمه لتشغيل الثيرستر راح تمر خلال الدايود، هذا اللي هو الدايود اللي هو ليد، راح يولد عندك شنو، يولد عندك اشاره ضوئيه، هذا الاشاره الضوء اللي هي بالست راح وين تنتقل، راح تنتقل الى ثيرستر واحد اللي هو سيليكون كنترول ريكتيفاير فوتو، هذا
الثار ستار يشتغل بإشارة ضوئية بضوء، وبالتالي مجرد ما راح يشتغل هذا راح تمر عند الفي سي سي اللي هي الدائرة أو الفولتية اللازمة لإجنيشن للثار ستار اللي هو تي صبغ. بشكل عام النقطة اللي تؤخذ على هذا النوع اللي هو الأوتو كابلر إنه راح يستخدم دوائر إضافية فيزيد الكوست والويت للفارق سيركت. الجزء الأخير أو ما قبل الأخير للمحاضرة اللي هو الكولينج أند ماونتينج أوف ثيرستر. قلنا أكو عندنا طرق مفضلة لتشغيل ثيرستر، طرق غير مفضلة، والطرق المفضلة أكو عندنا إلها تتقسم حسب طبيعة السيجنال، ولكل سيجنال أو لكل طبيعة أو كل نوع من أنواع السيجنال أكو عندنا نوع من أنواع الدوائر. ثم أخذنا الطرق اللازمة أو الكفيلة بإطفاء الثيرستر، الطرق اللازمة لحماية الثيرستر سواء كمنطقة الجيت أو الفاريشن أو الثيربل. ثم إجينا لمن كيف نمكن أن نفصل الثيرستر بدائرة تشغيله عن مجمل الدائرة اللي يستخدم بها الثيرستر. نجي الآن إلى الكولينج. تذكرون إحنا عندنا بالبروتكشن قلنا أكو عندنا ثيرمال سواء كان جنكشن أو ترانزيت، قلنا نستخدم الكولينج. نوع من أنواع الكولينج اللي تستخدم اللي هي الهيت سينك. اللي هي شنو الهيت سينك؟ الهيت سينك هي عبارة بشكل عام، إذا واحد ما عنده خبرة بالموضوع، الهيت سينك اللي هي شنو؟ هي عبارة عن قطعة من الحديد دائرية أو إذا أو أو أي أو شكل آخر تربط على الثيرستر، حتى شنو؟ حتى كمية الحرارة اللي تولد داخل الثيرستر راح تبدد عن طريق هذا القطعة المعدنية المربوطة على الثيرستر. الشكل عام اللي في عندكم عنده حاسبة ديسكتوب وفاتح هاي الحاسبة الديسكتوب يشاهد مرات فوق المايكرو بروسيسور يحطون فان، لكن الفان ما تضرب على المايكرو بروسيسور، تضرب على ما تضرب على قطعة حديدية مربوطة على المايكرو بروسيسور. هذه القطعة يسموها الهيت سينك. شوفون شكلها مشطب وبيها مثل الفنز، يعني مثل الريش يسموها بالعامية، حتى شنو؟ حتى تزيد المساحة السطحية وتبدد الطاقة أو الحرارة بشكل أكثر ويصير تبريد بشكل أسرع. المعادلة تربطنا بأن T اللي هي Junction Temperature ناقص Ambient Temperature لازم تساوي لنا الباور اللي هي Average Power اللي هي يعني Generated داخل as a heat مضروبة في Thermal Resistance للJunction زائد الثيرمال ريزيستنس للهيت سينك زائد الثيرمال ريزيستنس للهيت كومبايند. زين، فمن تجيك المعادله يقول لك يابا انت عندك ثيرستر، هذا الثيرستر اكو عندك الجنكشن تمبرتشر كانت كذا والمحيط كان كذا وكانت الثيرمال ريزيستنس للهيت سينك تو امبايند كذا والثيرمال ريزيستنس للثيرستر تو هيت سينك كذا والثيرمال ريزيستنس للجنكشن كانت كذا، فاوجد لنا كميه او معدل الباور المبدده داخلها. فانت عندك التي صب جي والتي صب اي وعندك الثياتات كلها موجوده، فيمكن ان توجد فقط الباور. معامل التطبيق مباشر. نجي الى الثيرستر ماونتنج. الجزء الاخير عرفنا نطخ شغل الثيرستار ونطفي الثيرستار ونحمي الثيرستار ونبرد الثيرستار. كيف نثبت الثيرستار؟ أو كيف نعزلنا الثيرستار؟ كيف نثبت الثيرستار؟ ماونتينج بعد اللي هو تثبيت الثيرستار. أكو عندك الليد ماونتينج يستخدم باستخدام اللي هو السولدر اللي هو اللي يستخدمه بالمختبرات التطبيقات البسيطة. الستاد ماونتينج بعض التطبيقات اللي هي تكون بسيطة أو متوسطة الفولتيات والتيارات مستخدم يكون الثيرستار بنهايته اكو مثل الـ يعني يسموه العامية البرغي، فنثبته بهيت سينك ونثبته حتى يكون ايضا يعني تثبيت الى ماونتينج ويصير ايضا عنده كولينج للثيرستر. بول داون ماونتينج ايضا يسموه بالفلات باك، يستخدموه بالسمال والميديوم ريتينج يعني فولتيات وتيارات متوسطه. اكو يسمى بال بريس فيت ماونتينج، هذا هنا يكون بشكل يعني يثبتوه بشكل عام يستخدموا التيارات العالية والفولتيات العالية. وأيضا أكو بداخل هول موجودة بالهيت سينك راح يجيبون ثيرستر ويحصروه بداخله. زين، فيكون ليس مجرد تثبيته بشكل على شكل يعني صامولة وبرغي، لا
لازم يحصرون يجيبون الثايرستر ويغرسوه داخل هذه الهول الموجوده داخل الهيت سينك. اكو يسموه بالبرس باك ماونتنج، هذا بشكل عام يستخدموه بالفيري هاي. راح يجيبون هنا عندك تو بليت مال الهيت سينك ويخلون الثايرستر بتوين ذيم ويكبسون الهيت سينك على الثايرستر. والمنطقة اللي تكون ما بين ذول تو بليتس إما تكون استخدم بها الهواء أو يستخدم بها الأويل إذا كان فولتيات وتيارات جدا عالية، فيستخدمون بها نوع من الزيوت لغرض تبريد الثيرستر. يعني الثيرستر يكون بشكل كامل مغموس داخل الفلويد اللي هو الأويل، ومن الأبر واللور سايد مالته أكو عندك الهيت سينك بيناتهم. هذه عندك هنا مجموعة أسئلة مطلوب من عندكم تسليمها الأسبوع الجاي. بالنسبة للمحاضرات والأسئلة السابقة، هومورك واحد، هومورك اثنين، هومورك ثلاثة، منحتكم أنا درجة كاملة للهوموركات بغض النظر عن صحة أو دقة الإجابة. إن شاء الله تتلافون أغلب النقاط اللي أنتوا يعني وقعتوا بها عن أخطاء. بالنسبة للهومورك هذا راح يعني من أسبوع، يعني بالنسبة لهم ورك رقم 4 و5 راح يكون هنالك يعني استحساب أو قيمة كمية الدرجة اللي تمنح للطالب اعتمادا على دقة نسبة الإجابة. فرجاء التزموا بالإجابة لأنها تفيدكم باحتساب سعيكم السنوي. وأتمنى لكم موفقية، وأي سؤال أو أي استفسار حول المادة أنا أكثر من سعيد بالإجابة عليه. دمتم في رعاية الله.